السلام عليكم. ما عندو حينك شكرا با شك او طب او هو كد عدي مقالة دان عدي سببا حافت قد نوغو فرينين كد عدي عد والبو مقشينا او كأوينين كعلو الحمان إلا هدان ما إلا بن واختي راسو بد بنتي قصة دان عدي لكن ولي ما لإلا بن دادك إلا هدوس كصور قادان قف والبو صح سوستن و إلمي رونتي قصة ثانية ودعة قبل حاجرتي وحياتي قبل هرتا قبل ياركي إماتي مركات سبنتي وسو قورن كور إذا إنن كذا با ماشي عايزك سو قور سدين قبل كاسي كده بنلو العصب إني بلاوان نلو شيء بدلان ما دام أو قبل كميل هوسي وها أتسب يسو ذو قورن مركات سو إماتين ورقادي ويدا شيء وحيدا شيء قبر جبري ده شيء مركا جبدي إيه لبضه ده شقينا مركا الأذي مركا لو بالك بعدي ومش كبح حدا بشق ده يكون قنيسي مركا جبر شقالة جوري وجوكتي جوري سدي عنك لو تجاي جبري أو هاي نيس شقالة ده هاد مركا قبل كم كيك سو تجاي سي إيه عابة ما بلهين بمركور ومرة رودنتي إيدي ولا كده هل ويلبس على دشتي وقت أغيرة إيه ده نجبره كتب ما إذا مرجع عنوك تاع نشي كتب هاي ذي دي أو جوبل كده جنات عادي ما تي هاي ذي نحس لأنه لاين ويل كي إذا كيرا أو مركز أرضية ها ويل أن يراها مركز مركز ويل كهاي ذي سعيد ما تي يعني هاي ذا مركز ما تي مش كلي يسوق نقضي إذا نورا شكل يا أخا إذا إهت أبن ما دام ودون كوجين جبدو حيكو عن سطي إن يرسابو سيدو قوسو قور سويل كي يوح برش ديسا لو قوسو بدلو يرسابو با كاتب قور ايدا ينن كاذي عنوك تاذي شقالا دو كونو لاين او ويل كي اكينتي ماشو بلاو انو كونو لاو سيدو لو نو لاو اذيق وقتي هو قد بي جبد يريد بي سو كورتي عنوك تياريس تيهات الله بسان يسي ديد بلو دي سو قارتي كتب مالي ما أيد مركا صباح ذي وسأو بحان إيد إيه إنك هذا بق هبين كيس كي ما عدن كوي توسع إبر ربي توسع ميراس الجوري إيمانا يعني فيتك إنت أسك روح لي جو جوري عنو كتير جبر إيش قاله ذي ويل كانوا سكول آي دايو أو كي إيمانا يعني أسيج مركز عمر جيس جام مركز واسع علي طبعاً جر ويل كا أيد ورال كذا جبر إذا نوا لبس أني سديد بلو ذي جرتا وقتي جو قصداني دعيسو ماني مال ما كميت ده ويلكي وحو سمي داد كيو كلا مقن جابا دي شقالة دي أسي عنوك تير قورو جيو عنوك تا هذا وجعلات أبتي هذا هذا وكو كورين جيري نابو كده بهاري جيرين با أبتي أبتي اللي جيرتي دو تاكنان جيرتي ميل وصعدو ويجعلان جيرتي وحوها قفك بدنا عمرك سكول كسون خضو أو ديليناي أو عنوك تحنانيناي وها مالي مركو وحو سمي جبر شقالة دي وحو دري علاوة او درسة دي اللي هيلين حافظ دي او اوكي اللي هيلين او درسة دي جبر ويسو وريك دي سو وريك دي سو ويسو حيو سوانو قطو حيتري علاوة دي واسو واي مركاس وحو يري علاوة تاسو حالي هيلا ميلو او تلما ميشاس ميشاس بيسا لغي هيلا ترسبورتا انا وقسينا بحي يسو قد ضرور ويو باهان هاي مركاس تيران عنو غالي ودافت ميلا اذاي ملاحن سي مركز هو بربري العوسي وحودة وأباهنا هاي عنوك تانا هاي نايو دب مالهن أذيك بح على بتاسي ساقط هاي إسكت ترجمة دي على بتي سدي قدونت مركز بح ذي جري وحق صهرين أسيج عنوك تي أسيج بلان ولا هاي لين كده بحوس سمي وحان عقل جاجا أقبلين عقل ابن آدم أقبلين إسكلاف يقف أبتي يعني كسورتو دي اسكلافة يعني خوفني إيه ما ذا حاجة سوق لين إنه سمي عنو كتير يدو كوفسة دي مرقو كوفسة دي عنو كتير أو عنو كير محامل كريسو وعلى بس أني سديد بلوت جر أو ولا شي سد أشي ولا شي سي أو كسو وضطي قول كاليس مرقو نقضو يدو غيريو تي إيه تيري وحبر مجالات هاكو كورو عنوكتي دوكو أمين تي مرنبا 1% شاكيتا كمجالي كرين سابطو أو أبتغيذ وولال كيذا كير عنوكتو أبتغيذ
كدب عنقتي وهي كل ما تنين عنقتي يكون في بحث إلى محامي لكرت عنقير مرك يكون في بحث يحوس مي من تو دوبي ومركو دوبي او وحي در ماشي او وحدا او بابي وحي او ماشي لو ارك لها وحول او بابي ماشي كلها هجاجي عنقتي كدغي اني هردوسو وصريرتي دو ساري جبدي شقالة دي ويصون خطي كأنه انه وحس كده وحبا دعين جبدي شقالة دي مكي صون خطي مركاس عرابت سيسا مركاس يروا ما سنت وما سنت هاي وابحا وصون خنا هدو دي صون خنا وابحا يولي عنوكتي اه ويهردوسا ويهردوسا ها بيل واي واسي حسمان وها انت مسيسا ها واسي عانا مسيسا واسي واسي في هاي هاي شقالة وحمسك اوكبا ما اوغيني ماشي ميت وجيفت إذا نحيت بس عنك تنتهي كاجيفتا وقتي كاحب سامي أو ألابان أدودوني سي كجارسي هوش إسكا كالقا غابي بستر هوش إذا بس كوضت عنك تكجيفتا إذا نحو ملاي ساب راحو بحيستر هوش إذا وقب سنكرتا عنك دبي سمان هوش إذا إسكا وضت إسكا وضت إسكا وضت مركا وحلقو حالة قاري أو أي وبدنا حا قبدا سوهر مري جرت هابرتا سوهر مري جرتي أوديك كتب بين جرا مركزي مركي إماتي وحتر جوري شبه محوية أوي بيجي مركزي تر ويجي فتا ما أنت سفي عن أوسي حتى مركزي هبرت بس حيل بلاوي بس إني أركز كبد بدي شيء إسكت أو مرقلة تحس تر عنك تاذ بكو جيفتا مركز دم بين أركز كسو بد بدي شيء استري عنك تاذ وتك شومي وحن عادي هني أركتي أنا إنها أنا أو خف من هذا كليس أنا أو أقبلك يعني عقلي جيس مركزي تري محاك ودع عنوتي محا خلطان يعني واحد انتين حدا ايه بلاو ده اني دركي اسلا مركي كفر فرطو محا دودوب وحكو دودوب ناي مرادة كو دودوب مراعات وحاجة جرتي تو بانك استعمالان جابي لداي دتك او ميشان ايما ده عمي جوج جيرا اما وكساين كلي مرادة عد عليسك اقلحانتي كسارتانة تا قربها كلي دتك كساين كساين وعلوستي مركة إلما تعلوق بتاعي وحاس قوك علني ساي يعني دخن كواي مرة داس جابي قل رأي كودو دوبي عنكت هبرت وين أحد عنكتي فرفر كوك شاد ديس قده سي فرت محايا لك عنكت ويس لحتالة ليك لو حكا موقضة واميت هبرت وين أحد ويقي لسي ويقي لسي شقالة إذا نفت كده بسكوت سي نحذي بس كده بقي لي المحادعي محاكو دعا جيبرتي دي يا سايل يا سايل جيبري حتى اللي كو وحكو نقطة محا دع محاكو سميس جيبري للو دي محاكو سميس عنك تيدي محاكو سميس عنك تيدي كبي حواس أنا وح مكو سميني أنا وح مكو سميني أنا هذا دو إما سياد دوكو إماني أنا كوري مكاكي تجينو عنك تي مكاكي تجينو كل جيد ما كتكت كل جيد ما كتكت أبتي جيد أو تجي وحافظ إلينا جو بيسك صوت هذا قيلا ماشي كبالله وطي أو دي ولي ميماني dad kida naas kuwada imaadeen waa la wada nax qof walbu arka oo cidaan waxa waaye oo intay kasoo horeysaa wuu qof wal madax uu qabsaday nin inaag xaafad dhan jigaal isku soo dhahay buu khuyna meesh ka dhacay buu salaa waa la dhahay buu si loo wacay xaafad dhan jigaal isku soo dhahay marka unugti sidii meed ku tahay markaas ayaa yiri wiilkaa maxaa dhacay gabadhii wareys la leeyahay isla markii booliska gabadhii qabteen wareysay leeyahay waxay dhahay maxaa dhacay wax maanta ka dhacay guriga sheeg ya asiga idir wax ku tirdirsan tahay gabadha asiga idir leeyahay gabadha wax asiga meel idir ana asiga ugu tagay cunugta aan kaliye bas markaas asiga la raadiyay Allah marka asiga marka maxaa la helay abu ninka meelo ka baxay labay isla markii shakiga jaa shakiga qofka kuwaad oo shakiig laga shakinayo asiga oo noqday oo meeshii laga waayay waqtiyadaas noqtay oo ma ahayn waqtiyadaas oo gurigii laga waynayo waxay ahayd waqti saacadaha uu asiga gurigii joogo sida loogu barta caadatan ayaa shakiga asiga oo baxay markay gabadhiin meesha lagu qabtay waxaa la keenay ambulance cunugtii waxaa loo qaaday baaritaank tabiib sharci loo qaaday meeshii dhan waa isku khasmatay habartii si kale naqatay asoo buuqa si qeylada saas u jirto ninkiina ku kor imaaday xaafada oo jikud isku yahay markaas oo markuu xaafada leenk saa un soo galebo dadki dhan asay fiirfiirinayaan aabihii way ooynayaan oo way ooynayaan ala wax ku qarsanaa daa ogaan laheyd
wax kugu dhac ugaalad ilaa dadkii way ooynaa faruuray qaniinaa wuxuu leeyahay maxaa loo ooynaa dadka maxay shay gooyin guriga markuu usoo dhawaanaya usoo dhawaanaya arka guriga buuq iyo waxaaba ka jira dadaa meesha buuxa maxaa dhacay markaas arrintu markuu u ogaaday dhulkuu ku dhacay uu xamili waayey odaygii waaqili aab cunugteyda aab cunugteyda waa la qaaday habartani ayada waa iska dawabixin waa la qaaday isbitaalkii oo tayb sharciga oo lagu baarayo kiisaskan camal markay dhacaan aa loo qaaday asigana meeshu ka daba carara ka daba baxay bas wiilkiiaa la raadiyey la raadiyey la raadiyey habeenkii waa la waay waa beredka camal ah meel kale oo wiilal kale oo saxaabdeeda yuu la kulmaa yuu la saaxiib yahay sii lu dhahayay silsilaba silsila iskula raacay la dhahay mintuu aadi karaa alultim waa lasoo qabtay wiilkii markii lasoo qabtay wareysaa lala yeeshta wuu inkiray waxba inuusan arkin oo caadi cunugta markau ka tagayay inay jiiftay oo inuu seexiyey ka tagay shaqaaladaa dishay uu leeyay shaqaalada wax yeeshay maahana aniga wax ma ku sameynin cunugta ayada hortiisa ka tag waa u sheegay xataa iyada shaqaalada waa la weydiiyey muxuu ku dhahay markuu baxay wuxuu dhahay waaye gabadha way jiiftaa waa hurdoosaa anigana waa baxaa marka sheekadaa laisku keekeenay waxa maalinta dhacda markii la weydiiyey inuu alaab u diray hadan alaab labaad mar labaad meel dheer ugu diray waxaas dhan wixii laisku keekeenay sheeka bogis waa iska fahmaysiin su-aalooyin oo cross a loo bilaabo marka inta lagasoo maro maxaa u dirtay maxaa saacadasaacadas u dirtay markay iida imaatay maxaa wax u dhahday ninkan wuxuu minka inasoo istaago isku dayay aniga maya gabadhii gabadheedu waaye abtiyaa u ahay waa minka soo istaagay markaasaa layiri haddaa oo intaas afkaaga waxaa inagu qiran waas baaritaan dheeraada gelinaa yacni waxaa la qaadaa jinaayi waxaa la baaraa maahano asiga sidii aasoo dagarbaduubu xiran loo sii qaaday meeshii waxaa la geeyey baaritaanka cunugtan waa la baaray cunugta ilaan gudaheeda waxaa laga helaa maahano dhacaankiisaa laga helay biyihiisaa laga helay cunugta wixii waa laisku keenay finger brintska lasusoo qaaday gacmaha faraha yacni wixii dhan lasoo qaaday dembiga islamarkii maba ku daayan waa ku cadaatay inuu isaga yahay waxaa sameeyey gabadhii dhashay laba dhimasho u noqoto marka laba dhimasho oo ay aqbali karin mid ya waxaa la dilay waa cunugteeda oo dhimatay waxaa dilayna waa walaalkeeda oo holiba kufsaday oo arxan la-aan nin dhan oo abtigeeda ahaa arxan la-aan saas ku sameeyey waxaasay qaadan waasay ninki weeba wuxuu waashta camal oo noqday wuxuu soo istaagay gacanteydan ku dilaa ninkan labada nin ay noqotay in la kala celiyo oo la kala fogeeyo wuxuu yidhi anigoo gacantay ku dilin sharcina ma rabo sharciga yaa liigu fulinin waxyaa lagu sameynin ha lii daayo bes anaa gacantay ku dilanaayo yidhi ninkan bes ninkii oo cunugteeda saas yeelay gacanteydan ku dilanaa yaa ka yeelaya sharciga sharciga waay maahan ahaa ninkaan inta isla markii lagu xukumay marka ninkii waa la xukumay sanadaa lagu xukumay laakiin muhiimadda waxay tahay sanad walba lagu xukumo cimri daa'im hadduu lagu xukumo ninkaas saas sameeyey ciqaab ku filan ma hela ciqaabta waa tii allamaahee tan adduunka haddii ataa cimri daa'im yacni cimri aabad lagu xukumo nin dembigaasoo kale sameeyey ma heli karaa ciqaab ku filan arrintaas arrin oo ilaa haddaanan ilaabin waayo dadka xaafadda kulligeena waa wada xasuusana qof walba markay qof aan soo xasuusta aan ooyneynin ma jirto cunugtaas 2 sano 8 bilood jirta maxay haleysay haddaan abtigeedii ee jecleed ee dabar ordi jirtay oo garbo ku qaaqaadi jiray xabxambaari jiray dhinac usoo gedi jiray saas yeelay waa qisa aada u xanuun badan anaata markaa sheegaya waxaan soo xasuusanaa maalintii oo aan qisada freshka eed aan maqlay buuq dhacay aan ogaanay sida aan naqanay aan soo xasuusanaa qalbiga yacni si kale i naqanay aniga dhan caloosha ay gidismayso maskiinta iyada ilmo yare aheede waxa waaye ilaah unaxariista sababtoo ah cunug yare aheed ixdeeda kastoo gaal lahay laakiinse iyada baby yare aheed ilaah unaxariista waa dhihi karaa marka waxaas camalna waa iska jiran adduunka qisadaasaan jeclaystana anii la wadaago asxaabi haddaa kee sheen qisada like saar asxaabtan la wadaag channelkan subscribe ii saar waa maasantahay qisada dambe inaan intaa ka kulmidino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.